السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير. كنتمنى تكونوا في صحة جيدة وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. هذا داسيا داستر مؤخرا سيطرات على السوق المغربية، المبيعات ديالها اونيفو انترناسيونال وصلت 2 مليون ديال المبيعات. خاصكم دابا كتسمعوني مزيان، 2 مليون ديال المبيعات. 25% من هذه السيارات هذه هي السيارات ديال كات كات. داكشي اللي خلاني انني ندوي عليها هو ان السيارة ديال داستر خرجت لا دوزيام جينيراسيون ديالها اللي هي داستر جوج. هاد داستر جوج هادي كان شوية تقريبا ما مارساتش القطيعة بشكل كامل مع داستر واحد، ولكن اونيفو دو موتوريزاسيون نقدروا نقولوا بانه لا ميم موتوريزاسيون دي سي اي 110 ديال لي شوبو، موتوريزاسيون كات كات حتى هي بحال بحال. ولكن اللي خلاني كنشوف هو ان الديزاين ديال هاد السيارة اللي خلاها تبان شي شوية بلو روبوست بلو اغريسيف، يعني كات كات يعني سيارة ديال الصعوبات. ولكن نقدروا نقولوا بان الداسيا نقلات من عند جيب الشكل الخلفي تماما ديال واحد جيب غرينر. الاختلاف دائما اللي كان عندها فان السياره ديالها عيانه في الديزاين ديالو، حاولت تعالجو، ولكن المهم طاحت في هذه اللعيبه هذه، ما عرفناش واش دارتها اكسبري ولا لا. حتى طاح السياره بين يدينا ونديروا واحد المقارنه ما بينها وما بين الداستر رقم واحد، ونكتشفوا ديك الساعات واش الداسيا دارت هذا الشيء معاني ولا دارتو نيت الصح. بالنسبه لي انايا الممارسه ديالي في الداسيا رقم واحد دائما ما كنت كنلقى مشاكل مع داك البومباج ديال الرويد، سواء الناس كيدخلوا فيك سواء انت ملي كتبغي تدوز وكتبغي تبلاصي ولا شي حاجه كتقيس دوك الجنابات، يعني ما يمكنش تفهم انتباه، دائما خاصك تخلي نص متر في الجنابات. ولا خلى ان الداستر ان دير وتزيد اون بلوس ديال كاميرات اللور اللي شي حاجه عاديه في السيارات، زادت ما يسمى بالكاميرات ديالو حتى ملي ولات شي حاجه حتى هي اساسيه، زادت واحد جوج ديال الكاميرات اللي كيكونوا في الجناب ديال الطوموبيله اللي يخليوك انك يساعدوك في البلاصاج ديال الطوموبيل، يعني ما تبقاش تحتاج انك تبقى تطلب الوايت ديالك والساسي ديالك يتقاس. بالاضافه للساسي اللي كيتقاس اللوسي وحده هو كيتقاس، وبالتالي الطوموبيله كتولي تجر اليمن باش تبلاصي كل مره في المدينه، يعني لي زانديس ديالك ما يكونش هو الطريطوار، لي زانديس ديالك يكون هما الكاميرات. بالنسبه ليا انا بجانب انه داستر بهذاك الثمن اللي كتاخذ بارابور السيارات الاخرين، انا ما نشوفش واش هي يعني تستحق ذاك الثمن ولا لا. بالنسبه للسيارات الاخرين بالنسبه لي زوتر مارك صراحه كتعطي ان بريستيج دو تال جونغ، واحد الناس تعطي واحد البريستيج لواحد الطبقه معينه من الشعب المغربي اللي صراحه يستحق ذاك النوع ديال الفشوش اللي كتعطي لي. داكشي علاش توجور كنهضر على داسيا كنهضر على رونو، الا جا من الله شي ماخك اخرى ما نهضرو عليها، توجور ريستون اون تو دون ريستون في ذاك لاسبي ريزونابل ديال الطبقه المتوسطه، ولمانا اننا ندخلو في الطوموبيلات ديال البريستيج. الى ذلك الحين كان معكم احمد الانباسي في واحد البتيت ريفيو نقدرو نقولو متواضعه. يلا السلام عليكم، باي 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 باي، ما تنساوش سبسكرايب، ما تنساوش جيم، ما تنساوش ابوني. يلا الله يعاونكم.